اثنين نظن ان المباراه كان فيها حسابات بزاف، لا سيتوياسيون اللي فيها الماس ولا سيتوياسيون اللي فيها طونجي تختلف، لكن الرهان هو نفسه، كل واحد حب يدي النقاط ديالو، كان الرهان كبير. لاميطون حبينا نجريوها كما اللي درناه في راسنا، لكن كانت صعيبه بارابور يعني الاراده تاع فريق الفاسي اللي كان ميطون الاول نظن خذوها هما، كانت عندهم سومبلون دوكازيون ما استغلوهمش. لكن حبينا دوزيام ميطون يلعبوا على بالنا يلعبوا ضد الساعه، بداو يلعبوا ضد الساعه هما، اون ليزا اوبليجي اولا ما خليناش امعنان يلعب، ما خليناش تكناوتي جو بونس نيميرو 8 يلعب، ما خليناش 24 يلعب، اوبليجيناهم ولاو يطولوا في لي بالون. الوقت اللي ولاو يطولوا في لي بالون تبدل الماتش، تبدل الماتش، حبينا خرجنا لهم اون اي دو كونتر اللي ما سهلش ربي فيهم باش نسجلوا، ولكن تبقى دائما نقطه، ونقطه نقطة ثمينة خديناها اليوم من فاس. فوالا جو سوي كونتون للإرادة تاع ولادي، نهاية المباراة تاع ولادي ما وخروش، مشينا لهم حتى القدام يعني في نهاية الماتش. فوالا هذه هي القراءة ديالي تاع المباراة. علاش التاريخ تاع فاس أقل من تاريخ تاع طنجة ولا كيفاش؟ حققت فريق تاع فاس نتاع ولا كيفاش؟ لا كابتن، راهو ماتش يتلعب على 90 دقيقة، ما كانش نقط بين فاس وبين طنجة. عام الأول كانت في الدرجة الثانية، خليني نقول لك يا أخي عطيتني سؤال، طنجة عام الأول كانت في الدرجة الثانية. أنا كنت في بداية الموسم يقولوا لي تدي نقطة في فاس مثلا، نسيني في بداية الموسم نقول لهم تدي نقطة، أي نعم سيدي، أنا جينا نلعبوا ضد فريق، وتعرف الفريق اللي يلعب في حياته أوسي، شوف الإرادة اللي عندهم اليوم، عزيمة كبيرة، وما لعبناش مع ديمونشور، الفرق ما كانش الفرق في الراس تاع الناس، أنا ما نديرش الفرق بين فرق 10 نقط ولا 20 نقطة، كنا نلعبوا في المانتيا يعني. هو دوك لونترينور قال أني خديت أن بوان باش على المانتيا ديالي، وأنا خديت أن بوان على المانتيا ديالي، حتى واحد ما راهو مانتوني إلى حد الآن، حسابيا اللي مانتوني يقولوا لي شكون هو؟ كمل اللي يحسوا الجمهور ما يحسوش المدرب، واللي يحسو المدرب ما يحسش الجمهور. هذه بون انا جو بارونتري في واحد الكولوار اللي حبيت عطيتني سؤال عليه، الجمهور يفكر على روحه يجي يشجع الفريق، يشجع من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى، لونترينور يدير خدمته باش يربح نقط. روح قول اليوم لونترينور تاع فاس دير مباراه كبيره ضد طنجي وتخسر 1-0، قول له واش يجاوبك؟ يقول لك ما نلعبش ونربح 1-0، راه دوك سي لو كونت ا روبور، دابا الماتش اللي يجي ما يرجعش ياك، هذا سلوك، هذا هو العد التنازلي. دابا اللي يخسر نقطه، النقطه تشوف نزيدو 4 ماتش النقطه تسوى بمليون درهم. نعم راك تقول لي شوف سيدي اولا كنعتبر الزملاء زين فاس. لا تفضل.